السلام عليكم. معاكم دكتورة مهتاب مهدي، بإذن الله هكون معاكم النهاردة عن سيشن عن فلويد ثيرابي. لو الصوت تمام قولوا لي تمام. بنوركم والله، تسلموا. تمام اوكي ماشي، عشان احنا داخلين متأخر شوية فاحنا خلينا نبدأ على طول. فلويد ثيرابي، يعني انا اكتر واحدة والله ما كنتش بحب ابدا الفلويد ثيرابي خالص، ودايما مش على طول بيتشرح احسن حاجة. يعني هو موضوع كبير جدا وعميق جدا واكبر من الشرح اللي في كلمة وخلاص، يعني او ان حد يقوله بسرعة ويمشي. يعني هو مش موضوع سهل، هو موضوع طويل وكبير وليه اسس وعلم كبير جدا. بس انا هحاول باذن الله في السيشن دي ان احنا نطلع على الاقل عارفين اساسيات الفلويد ثيرابي، ايه هي انواع الفلويدز، امتى بديها، ازاي احسبها، ادي امتى نوع ايه، وايه هو الاستخدامات بتاعته، وصوره مبسطه كده عن الفلويد ثيرابي من غير ما تحسوا، اهلا، من غير ما تحسوا ان هو حاجه شريره. هو موضوع شرير يعني جدا، بس يعني هنحاول مع بعض كده نمشيه بالراحه ونتعامل معاه، لان هو حاجه بسيطه نقدر نخليها شويه مش اكاديميك، يعني حاجه نقدر احنا نتعايش بيها في الحالات بتاعتنا ونقدر نعالج بيها، وامتى نستخدمه وامتى ما نستخدمهوش. تمام، خلينا نبدا على طول باذن الله. رقم واحد، في اول حاجه كده لما يجي حد يشرح الفلويد ثيرابي عامه، هو لازم الاول يشرح يعني ايه فلويد، ايه هي ايه الفلويدز بالنسبه للجسم قد ايه. اولا جسم الحيوان بيبقى فيه حوالي تقريبا نسبه الفلويد في الجسم كله 60%، اللي هي بنسميها التوتال بادي ووتر، التي بي دبليو او توتال بادي ووتر، تقريبا 60%. دي عبارة عن ايه؟ دي نسبة المية الموجودة في الجسم كله. تمام؟ النسبة دي في منهم 40% او يعني 40% من التوتال بودي ووتر دي موجودة، بنسميها احنا انتراسيلولار فلويد، او المية الموجودة جوه الخلايا. تمام؟ والباقي 20% اسمه اكسترا سيلولار فلويد. طيب انا هحفظهم ازاي؟ خلينا نحفظ كده دايما معروفين بقاعده بيسموها 60 40 20. 60% ده التوتال بادي فلويد، 40% انترا سيلولار، و 20% اكسترا سيلولار، يعني 20% موجود خارج الخلايا. طيب الاكسترا سيلولار ده اللي هو موجود فين؟ اكسترا سيلولار موجود في نوع، في حاجتين، او في ناس بتقسمهم ثلاثه بس مينلي حاجتين. البلازما اللي هي اللي موجوده جوه البلاد فيزل، جوه البلاد فيزل او الجزء الفلويد اللي موجود في الدم، اللي هو البلازما. البلازما الدم عبارة عن بلازما و اسمها ايه، بلازما وسيلز اللي هي البلاد سيلز او الوايت بلاد سيلز او الريد بلاد سيلز. تمام، البلازما هي الجزء الفلويد بتاع البلاد، تمام، اللي نسبته او هو جزء من الاكسترا سيلولار فلويد، وهو تقريبا بيمثل 4%. تمام، ال 16% التانيين من ال 20% دول ما بيبقى موجودين في حته اسمها انترستيشيال فلويد. يعني انترستيشيال يعني بين التشو، يعني بره الخليه وبره البلاد فيزل، في النص كده. اوكي، دولت بنسميهم انترستيشيال، او دولت حوالي 14% من التوتال بودي ووتر. عشان ما ننساش، عشان الحاجات دي هي اللي بناء عليها هندي الفلويد بعدين. يبقى انا عندي توتال بودي ووتر هي 60% من الجسم مية، يعني الجسم حتى بتاع البني آدمين 60% منه مية. تمام، 40% موجودين انترا سيلولار فلويد او جوه الخلية، و 20% اكسترا سيلولار او خارج الخلية اللي موجودة في صورة البلازما وفي الانترستيشيال فلويد.
في ناس بتدي تقسيمه ثالثه كده بيقولوا مع دولت اللي هي الحاجات الفلويد اللي موجوده في مثلا اجزاء الجسم المختلفه زي الموجوده في البلوره، في شويه فلويد في السريبروسباينال فلويد، الجوينت نفسها فيها فلويد، كل الفلويدز دي كلها بتمثل تقريبا 2%. تمام، يبقى انا عندي في الاخر انتراسيلولار واكستراسيلولار. تمام، طيب في حاجة بعد كده خلينا على طول نشرحها على طول، في حاجة اسمها الفورسز اللي مسؤولة عن نقل المية دي بين الكاتيجوريز دي. تمام، الفورسز دي احنا عندنا ثلاثة فورس هما اللي بيتحكموا في البريشر او ضغط الفلويدز في الجسم، الهيدروستاتيك بريشر اوكي والانكوتوسيتيك بريشر والاوزموتيك بريشر. تمام، الهيدروستاتيك ده اللي هو بيسببه الهارت اللي بيجي من القلب، يعني ضغط الدم اللي بيسببه الهارت نفسه، او الانكوسيتيك بريشر اللي هو بيسببه البروتين اللي موجود في الجسم او البروتين الموجود في البلد، واخر حاجه هي الاوزموتيك بريشر اللي هي هتخصنا شويه قوي في اللي احنا بنشتغل فيه ده، اللي هو ليه علاقه بالسوليوتس او الاملاح او الفلويدز اللي احنا بتدخل انتراسيلولر واكستراسيلولر حسب الاوزموتيك بريشر اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو يعني بيزيد الضغط جوه فانا بدخله، بيزيد الضغط بره فبيطلعه، وهكذا التداخل المينرالز دي بره الخليه وجوه الخليه هو ده اللي احنا بنسميه الاوزموتيك بريشر. طيب تاني خطوه هي الديهايدريشن، الجفاف اللي احنا بندي بيه بقى الفلويد سيرب. يعني ايه ديهايدريشن وايه درجات الديهايدريشن وهعرفه ازاي وهدي بناء على ايه العلاج بتاعه؟ طيب خلينا علشان ما نتوهش ونعرف ان في حاجه اسمها فلويد لوكس وفي حاجه اسمها فلويد انتاك ديكريز، يعني انا مش بشرب ميه او انا بشرب ميه ولكن بفقدها، يبقى انا بفقد الميه دي او ان انا مش عارف اشرب، يعني يا اما انا في مشكله في الانتاك يا اما في بلس في الميه اللي انا موجوده اوريدي جوه الجسم او فلويد. اوكي طيب الفلويد اللوس ده ممكن يحدث من الانتراسيلولار فلويد وممكن يحدث من الاكستراسيلولار فلويد. هفرقه ازاي؟ مثلا عندي هيموريج نزيف، يبقى النزيف ده بيحدث منين؟ اكستراسيلولار فلويد. ليه؟ لانه هيحدث في البلد اللي هو مينلي هيحدث من البلازما. تمام، وكمان هيسحب الووتر اللي موجود في الانتراسيلولار فلويد. او حصلت دايريا، عندي فايرال ديزيز ادى الى دايريا، يبقى الدايريا دي هتعمل لي نقص في الانتراسيلولار فلويد والاكستراسيلولار فلويد، بس المينلي الانتراسيلولار فلويد. تمام، الكلام ده يهمنا في ايه؟ يهمنا في ان احنا نحدد نوع الديهايدريشن او الفلويد ده اتفقد منين وبالتالي اعوضه بايه. يعني انا لازم اعرف انا نوع الفلويد اللي فقدته ده ايه، وبناء عليه هديله ايه فلويد يعوض النقص اللي حصل عندي في الحته اللي وقعت دي. تمام كده. طيب الديجري بتاعت الديهايدريشن او درجات الديهايدريشن بنحددها ازاي؟ يبقى هو قلنا ان الديهايدريشن هو عباره عن فلويد لوس، عامه فلويد لوس، سواء ان انا بفقده الجسم بيفقده او اني ما بيدخلش، مثلا عنده قطه عندها كاليسي ما بتقدرش تاكل، او اي سبب خلاها اوف فود، او ايا كان، او انا مش بديله ميه خالص، مش بحط له ميه، فمعنى كده انه عنده مشكله في الفلويد انتيك وهيحدث نقص في الفلويد دي. تمام، اجمالا الجسم حصل له ديهايدريشن، انا محتاج اعرف درجه الديهايدريشن دي، اهم نقطه محتاج اعرفها. هعرفها ازاي؟ اولا في تيست كتيره جدا علشان اعرف الديهايدريشن بتاعي درجته كام، وفي تقسيمات كده كل الكتب بتقسمها لدرجات الجفاف اللي بتحصل للبيتس ده او الانيمال ده. طيب اكتر تيست بنستخدمه هو السكين تنت تيست، ان انا بشد الجلد عند مينلي في فوق الرقبه، بشد الجلد كده واشوفه هيرجع بعد قد ايه، ده تيست كلنا عارفينه وكلنا بنعمله، رجع بسرعه immediately اوكي اقل من 5 سكند بسميه مايلد ديهايدريشن، يعني ممكن يبقى السبب بس ان هو عطشان، لو اديت له شويه ميه اورال كده هيمشي الدنيا زي الفل وهو يبقى هيخف من الجفاف اللي عنده. لا ده انا سحبت السكان ورجع في من 5 ل 7 سكند، يعني خد تقريبا 5 ثواني علشان يرجع. اوكي ده بنسميه مودريت، ودي بتبقى نسبه الجفاف فيه، يعني احنا قبل المايلد بيتسمى 5 من 10%
دي نسبه الديهايدريشن. المودريت اللي هي لو رجع من اكتر من 5 سكند يعني 5 6 7 سكند بنسميه مودريت، وبيبقى يعني السكن بلاقيه شويه بيرجع بالراحه، الجسم كولد سنه بسيطه، الاي مش داخله قوي بس بدات تبقى سنكت شويه، والميوكوس ممبرين كلها لاقيها بدات تبقى بيل خفيف يعني درجتها مش وردي قوي، تمام؟ بنسميها مودريت، ودي بتبقى الدرجه بتاعتها من 5 لـ 7%. يبقى انا عندي 5% دي المايلد، من 5 لـ 7% ده المودريت، ثالث ديجري هي من 5 لـ 10% دي بنسميها سيفير ديهايدريشن. يبقى انا دخلت كده في مرحله السيفير ديهايدريشن اللي بناء عليها بقى هدي كميه فلويد بطريقه معينه وبكميه اكبر، تمام؟ هعرفها ازاي؟ برضو هنعمل السكن تنت، هلاقي وصل تقريبا بياخد 8 سكند ماكسيمم او من 7 لـ 8 سكند، اوكي؟ طيب اخر ديجري بقى، اخر درجه هي الشوك اللي هو بقى عدى 10% دي هايدريشن، بياخد اكتر من 8 سكند في السكين علشان يرجع مكانه، دي بتبقى بالنسبه لي شوك، يعني فقد اكتر من 10% من الووتر اللي موجود في الجسم. يعني ايه فقد اكتر من 10%؟ يعني انا 60% بتوع الووتر بقيوا 50، معنى كده هو دخل في شوك، يعني لو انا سبته دلوقتي هو هيموت، يعني الجسم بتاعه فقده. لو وصل ل 20% فقد يبقى معنى كده ان هو ديد، ميت، تمام؟ فانا مش المفروض ابدا ان انا اوصل للمرحله دي، والتعامل بتاعه بيبقى سريع جدا لو وصلنا لمرحله ال 10% او مرحله الشوك. يبقى انا عندي مايلد، مودريت، سيفير، وشوك، دولت الاربع درجات بتوع الديهايدريشن. في ناس بتحط السيفير مع الشوك ويحطوهم من 7 لفوق الـ10 كلهم درجه واحده بحيث ان هو وصل لاقصى درجه ممكن، تمام؟ طيب في حته هنا بس انا عايزه اقولها لكم قبل ما ندخل في التايب اوف فلويد، عشان الحته دي برضو احنا بنقع فيها، ماشي؟ خلينا نشرح الاول الروت اوف ادمنستريشن بتاعه الفلويد. احنا علشان ادي فلويد ثيرابي انا عندي تقريبا 4 طرق هما المشهورين، بس احنا بندي دايما بالثلاث طرق الاولانيين، اللي هي اول حاجه الاورال، يعني بياخد محلول ملح في اورال، تمام؟ بيشرب ميه مثلا كتير، لو هو حد كل مشكله الكلب ده ان هو مش محطوط له ميه فانا بشربه ميه، تمام؟ ده اورال انتيك، تمام؟ امتى بنستخدم الاورال ده؟ لو احنا في لسه في المايلد ديجري اوف ديهايدريشن. يبقى انا لو في مايلد ديجري اوف ديهايدريشن انا ممكن ادي اورال، تمام؟ لا ده انا دخلت في المودريت يبقى انا لازم ادي بحاجه اعلى توصل اسرع، فبدي يا اما سب كات او انترافينوس. السب كات ده برضو مستخدم كتير قوي، مينلي في اللي فوق الرقبه، في اي مكان بنحقن فيه سب كات احنا ممكن ندي فيه الفلويدز نفسها. ولكن ما ينفعش لو انا عندي لوسز عاليه، يعني لو انا عندي سيفير دياريا ما ينفعش ادي انترا سب كات، مش هيعمل حاجه يعني مش هيوصل اصلا. لو انا عندي سيفير فوميتنج ما ينفعش ان انا اديه خالص، مش هيعمل اي حاجه برده. لو انا عندي وصل لدرجه السيفير ديهايدريشن فما ينفعش ادي السب كات، مش هينفع. و في حاجه تمام، ما ينفعش ادي بيه الهايبر والهايبوتونيك سوليوشن اللي احنا هناخدهم دلوقتي برضو في السبكت. انا ما بديش سبكت غير النورمال سالاين بس اللي هو الايزوتونيك سوليوشن، تمام؟ لا انا احتاجت حاجه اعلى من كده يبقى انا مش هدي سبكت خالص، تمام؟ اشهر بقى طريقه اللي احنا بنستخدمها دايما هي الانترا فينوس واي، او الطريقه اللي احنا بنستخدم فيها الحقن الوريدي اللي احنا بنركب كانيولا وبنعلق المحلول عادي، ودي الطريقه الاكثر استخداما والكومون واي علشان ادي فلويدز. بديها في حالات السيفير دياريا، في السيفير فوميتنج، في حالات الديهايدريشن السيفير اللي هو من درجه من 7 لاكثر من 10 او شوك، لازم ادي طبعا الانترافينوس، تمام؟ وممكن
في ناس بتقسم الطرق دي على حسب كمية الريت اللي أنا محتاج أديه في الساعة، تمام؟ يعني مثلا أنا عايز أدي بريت قليل علشان أنا في مايلد كيس، فأنا هدي أورال، أنا هدي كل ساعة 2 سنتي مية، أوكي؟ هدي له 2 سنتي محطوطين فيهم محلول ملح أو اللي هو أي محلول جفاف بتاع الأطفال ده مثلا، أوكي؟ ده لو أنا عايزة ريت قليل. الريت القليل ده اللي هو كام؟ من 10 ل 30 ملي بير كيلو جرام بير أور. يعني أنا مثلا عايزة في الساعة أديله 15 ملي، فأنا هديله مية كل شوية. لا ده أنا عايزة سيفير والريت بتاعي كبير 90 ملي لكل كيلو جرام في الساعة، يبقى أنا هدي انترافينوس، تمام؟ يبقى انا بحدد الواي اللي انا هديه بناء على السيفيريتي او درجه الديهايدريشن اللي عندي، وبناء على الريت اللي انا عايز ادي بيه للحيوان ده، وده برضو بيتحدد بناء على السيفيريتي والطريقه بتاعه اللوس بتاعه الفلويد. يعني هو بيفقد الفلويد دي ازاي، وانا هديله ايه النوع اللي ينفع في الفقد النوع ده بالذات، تمام؟ طيب في طرق تانية بحدد بيها الديهايدريشن. فيه احنا بنحدد مينلي بالكيس هيستوري، طبعا هو بقاله كام يوم بيرجع، بقاله كام يوم عنده دياريا، بقاله كام يوم في حالات الديابيتس مثلا، السكر، في حالات الاوليجويوريا مثلا. احيانا بنقيس اليورين اللي احنا اللي بيعمله الكلب ده. الطبيعي مثلا ان هو كان يعمل 20 ملي من الووتر في اليوم، لا ده هو ما عملش غير مره واحده، والمره دي عمل فيها كميه قليله، بالرغم ان الكيدني سليمه. يعني انا قست الكيدني فانكشن وعملت له التيست وكل حاجه، وطلعت الكيدني طبيعيه ونورمال جدا، ولكن كميه اليورين اللي هو بيعملها قليله. يبقى ده بنسميه بيدخل تبع الديهايدريشن، اكيد جاله جفاف عشان كده مفيش اصلا فلويد ينزلها، تمام؟ مثلا ما بياكلش، بقاله يومين محبوس في حته وما شربش، يبقى انا من الكيس هيستوري عرفت ان هو عنده نقص في الميه اللي هو مش بيشربها، وبمجرد ما بديله ميه في العياده هو بيشرب خلاص، يبقى دي مش مشكله الفلويد ده، اوكي؟ يبقى انا هدخل بقى على درجه تانية من الديهايدريشن، او ان اقول ان ده مايلد. يبقى انا بناء على الكيس هيستوري، السكين تيست، واليورين، كميه اليورين بس. يعني تقريبا دي الثلاث حاجات اللي احنا بنحدد بناء عليهم درجه الديجري بتاعه الديهايدريشن، وبناء عليها بندي الطريقه اللي احنا بندي بيها. طيب اوكي، ماشي. ايه بقى انواع الفلويد اللي احنا بنديها؟ الفلويدز دي في منها نوعين اساسيين بناء على البريشر اللي احنا قلناه في الاول. انا عندي كولويد وعندي كريستالويد. الكولويد دولت اللي هم زي البلازما، انا بدي حاجه مثلا حصل لي هيموريج، فانا عاوز اعوض البروتين او الخلايا اللي اتفقدت او الفلويد اللي اتفقد من الدم، فانا بدي بلازما، بحقنه بلاد كامل، بدي اسمه يعني. هو في منه نوعين برضو عشان نبقى عارفينهم، هو في حاجه اسمها سينثيتك وفي حاجه اسمها ناتشرال كولويد. الناتشرال كولويد اللي هي البلازما او الهول بلاد، والسينثيتك اللي هو الستارش، نوع من الستارش مصنع كولويد علشان يعوض البروتين المفقود لو في نزيف مثلا، اوكي؟ فانا بدي بناء على ايه؟ بناء على الحاله اللي قدامي. مثلا ده فقد، حصل له هيموريج وحصل له شوك وفقد كميه دم كبيره، فانا لازم اديله نقل دم دلوقتي، ده اسمهم كولويد. نسيبنا منهم بقى اللي احنا يهمونا، هم الكريستالويد، تمام؟ الكريستالويد دولت اللي هو السوليوشنز اللي فيها السولتس او اللي فيها الاملاح اللي احنا هنشتغل بيها، تمام؟ في منهم 3 انواع، في حاجه اسمها ايزوتونيك، وفي حاجه اسمها هايبوتونيك، وفي حاجه اسمها هايبرتونيك، تمام؟ ايزوتونيك يعني الاوزمولاريتي بتاعته متعادله، يعني لو دخل، لو انا حقنت حاجه ايزوتونيك هي مش هتغير في الاوزمولاريتي بين الانترا سيلولار فلويد والاكسترا سيلولار فلويد، يعني هيبقى كميه المينرالز او الاملاح او بنسميهم ايه، الماتيريالز اللي موجوده في الاكسترا سيلولار فلويد قد اللي موجودين في الانترا سيلولار فلويد، مش هيحصل حاجه تتنقل لبره او لجوه، تمام؟ تاني حاجه الهايبوتونيك. الهايبوتونيك يعني الاوزمولاريتي بتاعته اقل
من الانتراسلولار، فبالتالي لما هاجي احقن هيختلف، هيطلع البارتكلز دي ويدخل مكانها بارتكلز تانية عشان يعادل الطبيعي الاوزمولاريتي بتاعت البلد. البلد او الجسم الفلويد بتاعته ايزوتونيك، تمام؟ فانا لازم طول الوقت اخليها ايزوتونيك. حصلت مشكله وادت ان في مشكله حصلت في الاوزمولاريتي، يعني حصل اختلاف نقص معين في نوع معين من المينرالز اللي موجوده دي، فانا لازم ادي حاجه عكسها. يعني انا فقدت كتير مثلا صوديوم، تمام، فالجسم فقد بقى هايبرتونيك، فانا لازم ادي حاجه هايبوتونيك تعوض الصوديوم اللي اتفقد ده، فالخليه تمشي كويس. تمام، اوكي. طيب خليني قبل ما نكمل دي نشرح او نقول بالراحه كده ايه هي البارتكلز او الالكترولايتس او المعادن او المينرال، يعني البارتكلز نفسها اللي موجوده في الاكسترا سيلولار فلويد واللي موجوده في الانترا سيلولار فلويد، اوكي؟ عشان هو يعني بحاول بس ايه نشرحه باكتر طريقه مبسطه والله، علشان انا حتى ايام الكليه كنت اكتر حاجه ما بحبهاش هي الاسيد بيس بالانس، وايه البوزيتيف جوه وايه النيجاتيف جوه، يعني ايه يطلع من بره يدخل جوه، واللي بتحسه كلام عميق جدا كده، وهو بسيط جدا والله ما فيهوش اي حاجه صعبه، بس عايز نفهمه بالراحه. تمام، طيب انا عندي حاجه اسمها كاتايونز وعندي حاجه اسمها انايونز. تمام، الكاتايونز دي هي البوزيتيف الكترولايت او الحاجات اللي هي موجبه، تمام، والانايونز اللي هي نيجاتيف. طيب الكاتايونز اللي هي زي ايه؟ زي الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، كل الحاجات دي موجوده في الاكسترا سيلولار فلويد، تمام. وفي الانايونز اللي بيعادلوهم التانيين اللي موجودين برضو في الاكسترا سيلولار فلويد، زي الكلورايد، زي الصلفيت، زي اللاكتيت، زي الاتش سي او 3 او الكربونيت، كل الحاجات دي موجوده في الاكسترا سيلولار فلويد. طيب ايه المين كومبوننت بتاع الاكسترا سيلولار فلويد؟ مين اهم عنصرين موجودين في الاكسترا سيلولار فلويد؟ الصوديوم والكلورايد، دولت المينلي اللي بيعادلوا لي الاكسترا سيلولار فلويد، الجزء الخارجي اللي بره الخلايا. طيب مين كومبوننت بتاع الانترا سيلولار فلويد اللي جوه الخليه؟ مينلي هو البوتاسيوم، تمام، ده الاساس بتاع الانترا سيلولار فلويد، في كل العناصر موجوده بس المينلي هو البوتاسيوم، تمام. والفوسفيت اللي هو موجود يعتبر الانايون او النيجاتيف اللي موجود جوه الانترا سيلولار فلويد. مجموع الانايونز ومجموع الكاتاينز دولت لازم في الاخر يبقوا حاجه واحده، ولازم الانترا سيلولار فلويد يبقى بيساوي الاكسترا سيلولار فلويد، هما الاثنين متعادلين، هما الاثنين زي بعض، وده اللي احنا بنسميه الاسيد بيس بالانس. لازم يبقوا هما الاثنين في حاله نيوترلايزد، يعني هما الاثنين متعادلين، وعدد البارتكلز اللي هنا قد عدد البارتكلز اللي هنا، تمام. طيب نرجع بقى لانواع الفلويدز. لو انا شفت ايه هو الايزوتونيك فلويد اللي احنا بنديه، او الانواع اللي موجوده بنطلق عليها ايزوتونيك، او هي مش هتغير في الاوزمولاريتي بتاعه الفلويدز دي. رقم واحد ال NaCl او الصوديوم كلورايد الاساسي بتاعنا، محلول الملح العادي اللي هو 9 من 10%. ال 9 من 10% ده احنا بنسميه ايزوتونيك سوليوشن. يعني ايه ايزوتونيك؟ يعني متعادل، او مجاز نقول عليها متعادل، متعادل في الاوزمولاريتي بتاعته، تمام. الرينجر يعتبر ايزوتونيك سوليوشن، اوكي. والرينجرز بيتقسم الى رينجر لاكتيت ورينجر اسيتات، الاثنين يعتبروا ايزوتونيك سوليوشن. طيب في حاجه اسمها هايبوتونيك سوليوشن. الهايبوتونيك سوليوشن زي السالاين اللي هو 45%، ال 45% ان اي سي ال ده يعتبر هايبوتونيك، اوكي. الديكستروز 2.5% ده هايبوتونيك، تمام. هايبرتونيك بقى اللي هي 10% الديكستروز، 3% سالاين، والديكستروز ال 40% الكبير ده يعتبر هايبرتونيك سوليوشن، تمام. طيب انا هستفيد ايه من الكلام ده وهستخدمه ازاي بقى في الواقع؟ اوكي ماشي، سيبكم من الكلام ده.
طيب هستخدمه ازاي ده؟ مين اللي بقى هي الحسبة اللي احنا عايزين نحسبها؟ اول طريقة الأساسية اللي بنستخدمها علشان نحسب الفلويد اللي انا هستخدمه. طيب عشان قبل ما احسب الفلويدز دي انا محتاجة اعرف حاجتين، ان انا عندي حاجة اسمها maintenance وعندي حاجة اسمها replacement. يعني ايه replacement fluid؟ يعني انا بدي fluid تعوض النقص اللي حصل في الجسم، وفي فلويد انا بديه علشان اعمل مينتننس للجسم، يعني يبقى في حالته الطبيعيه، ما يبقاش فيه زياده او يبقى فيه نقص، ما يدخلش في هايبرتونيك ولا هايبوتونيك، يعني بيبقى مينتننس كده من غير الطبيعي، يعني اللي هو انا كميه الميه اللي المفروض اشربها كل يوم مثلا. تمام، اوكي. المينتننس دي عامه كده نحفظ ان احنا محتاجين 50 مللي لكل كيلو جرام بير داي. انا محتاجه في اليوم 50 مللي كيلو جرام حسب عدد الكيلوهات دي في اليوم. دي اسمها ايه؟ دي المينتنانس، الكميه اللي انا تخليني عايشه. تمام. طيب الريبليسمنت بقى اللي انا هديه علشان يعوض النقص اللي حصل في الجسم، يعني زياده عن المينتنانس الطبيعي. تمام. فانا لو انا عايز احسب الريبليسمنت فوليوم اللي انا محتاجه اديه من الفلويد اللي انا هعوض بيه المشكله اللي حصلت دي، فانا بدي بحسبه ازاي؟ انا بحسب درجه الديهايدريشن اللي احنا قلنا عليها، الديجري اوف ديهايدريشن، اللي هي مثلا 8 من 10 او 5 من 10 او حسب هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير، في عدد الكيلو جرام او الوزن بتاع الانيمال ده. مثلا نقول ان هو كلب وزنه 10 كيلو. تمام. في 8 من 10 دي يبقى هو المفروض ياخد 8 من 10 لتر اللي هم 800 مللي. في ناس من الاول بتضربها في 1000 علشان تحسبها على طول بالملي. اوكي. يبقى الريبليسمنت بتحسب ازاي؟ هي درجه الديهايدريشن في وزن الانيمال اللي موجود. تمام. يبقى هو المفروض ياخد 800 مللي بير داي في اليوم، في خلال اليوم ده المفروض ياخد 800 مللي. انا ممكن اديله ال 800 مللي دي مره واحده، ممكن اديله كل 12 ساعه، ممكن اديها له 3 مرات في اليوم، ممكن اديها له كل ساعه، على حسب الجسم بتاعه وعلى حسب نوع الفقد منين وعلى حسب السيفيريتي بتاعه الديهايدريشن زي ما احنا قلنا. تمام. يعني في حاله ان هم سيفير دياريه مثلا، يبقى انا محتاج اديهم بسرعه، فانا هديهم دلوقتي. اوكي. وكل 12 ساعه هدي تاني، بحسب بناء على الوزن بتاعه وعلى حسب درجه الجفاف. اوكي. وممكن احسبها كل يوم، لان احنا اديت النهارده فانا بكره هلاقي الحاله احسن، فكل يوم بتختلف الجرعه، مش بتبقى حاجه ثابته. تمام. بناء على وزن الحيوان ده وبناء على نوع الفقد اللي هو بيفقده، ايه الحاجه اللي هو فقدها في الجسم دي. تمام. منين؟ ماشي. انا مفروض ازود على الريبليسمنت دي الكميه المينتنانس اللي هو مش بياخدها اصلا، اللي هي الميه المفروض يشربها هو ما بيشربهاش، فانا بجمع عليها المينتنانس فوليوم او اللي هي ال 50 مللي لكل كيلو اللي احنا عملناها دي بير داي برضو، وبحطها زائد ال 800 مللي دولت، يبقى ده الجرعه اللي المفروض ياخدها في اليوم ده. يبقى هو في اليوم هياخد ال 800 مللي زائد 500 مللي مثلا، يبقى هو لو وزنه 10 كيلو يبقى انا المفروض اديه في اليوم تقريبا 1300 مللي. تمام. يبقى ده نسبه الفلويدز اللي هو المفروض ياخدها. ايه نوع بقى الفلويد اللي انا هديه؟ هو ده اللي بيتحدد بناء على نوع الفقد اللي احنا قلناه. يعني انا لقيت مثلا في تقسيمات ثابته كده بتتقسم، بس هو الاساس طبعا ان احنا بنعمل تحليل ونشوف ايه الجسم ده اسيدك دلوقتي ولا الكلاين، واسمها حموضه الدم، وبنشوف هو الجسم نفسه دلوقتي حالته ايه، وبناء عليه بندي حاجه. طب انا ما عرفتش احدد، يبقى ندي ايزوتونيك سوليوشن مينلي النورمال سالاين. لا طيب ايه اكتر حاجه بتعادل الجسم او قريبه جدا من الكومبوننت بتاعه البلاد؟ هو الرينجر لاكتيت، ده مينلي شبه جدا المكونات اللي موجوده في الفلويدز بتاعه الجسم. تمام. ولو انا مش عارف يبقى انا ممكن ادي رينجر لاكتيت. تمام. طيب في حالات ممكن ما اديش فيها رينجر لاكتيت، او انا مثلا حد بيدي حاله على طول بدي رينجر لاكتيت، وجيت مره اديت رينجر لاكتيت راحت الحاله ماتت. ليه ماتت؟
او ايه المشكله اللي حصلت فادت اني ما ينفعش ادي الرينجر ده. اللاكتيت او الرينجر لاكتيت بيتحول في الليفر لبايكربونيت، البايكربونيت ده بيعمل لي لود على الليفر، وبالتالي لو انا عندي مشكله في الليفر او فشل كبدي او اي حاجه بتؤثر على الليفر نفسه، يبقى الافضل ان انا ما اديش رينجر لاكتيت. يبقى انا لازم اشوف الاول الليفر ده كويس ولا لا، عنده مشكله في البلاد تانية ولا لا. وهي دي الحالتين بس ان احنا مش بندي فيها، لو انا عندي مشكله مع اللاكتيت او عندي ليفر فيلير مثلا او مشكله فشل في الكبد او اي حاجه اثرت على الليفر عامه، فالبايكربونات هيعمل لي لود عليه فانا ما استخدمهوش في الحاله دي. تمام، في الحاله دي الافضل ان انا بدي نورمال سلاين. طيب السوليوشنز دي بتتقسم الى غير تقسيمة الهايبرتونيك والهايبوتونيك، بيقسموها لمينتنانس فلويدز وريبليسمنت فلويد. كان في هنا صورة حلوة جدا، يعني هم اوريدي بيقولوا مثلا النورمال سالاين او اللي هو 9 من 10% نورمال سالاين ده يعتبر ريبليسمنت فلويد. يعني ايه؟ يعني ينفع اعدي النورمال سالاين علشان اعوض اي فقد حصل في الجسم. تمام، في حاجات بقى بنسميها مينتنانس فلويد، يعني هي يا دوبك تديها علشان تعادل الطبيعي بتاع الجسم، ما ينفعش اديها لو في مشكله قويه او في فقد للفلويد الكبيره في الجسم. تمام، طيب زي ايه؟ زي السلاين 45%. يبقى انا ما ينفعش ادي السلاين 45% لوحده كده، انا ما عملتش حاجه، انا كده ما عادلتش الفلويد اللي انا محتاجها في الجسم. تمام، كل الفلويدز اللي هي مينتنانس فلويد ما ينفعش اديها لوحدها، ما ينفعش اديك جلوكوز بس، ما ينفعش الجلوكوز ايا كان ما بيستخدمش لوحده، هو يعتبر مينتنانس، يعني ما بيعتبرش فلويد اعوض بيه النقص اللي حصل في الفلويد بتاعت الجسم. فانا لو انا هستخدم جلوكوز لازم ادي معاه سلاين. في كومبوننت كتيره بتتعمل، زي مثلا انا بدي جلوكوز مع سلاين 45%، او بدي جلوكوز او ديكستروز مع رينجر. تمام، ايا كان النوع اللي انا بستخدمه انا لازم اعرف بس ان المينتنانس ما ينفعش اديهم لوحدهم، الريبليسمنت ينفع اديه لوحده تماما هيعوض لي الجزء اللي انا عملته. يعني انا مثلا الكلب اللي احنا حسبناه بدري محتاجين نديله 1300 مللي، ال 1300 دولت انا ممكن اقسمهم 300 مللي جلوكوز و1000 مللي سلاين نورمال سلاين. تمام، ممكن اقسمهم اديه 500 مللي رينجر لاكتيت و 500 مللي نورمال سلاين و 50 او 300 مللي جلوكوز. تمام، يبقى انا كده عملت له ريبليسمنت وعوضت الفلويد اللي اتفقدت واديت له جلوكوز. طيب في حاجه اسمها اوفر دوز من الفلويد، يعني انا اديت فلويد ثيرابي ادى ان انا اديت كميه اكبر من اللي المفروض اديها. يعني انا لو كان المفروض ادي مثلا 500 مللي فانا اديت 1000، هل في حاجه او في زياده الفلويدز دي ممكن تاثر على الانيمال ده او تعمل لي مشكله؟ اه جدا، الاوفر دوز بتاع الفلويد هيعمل ايه؟ هيغير الاوزمولاريتي بتاعه الانترستيشيال او الاكسترا سيلولار فلويد والانترا سيلولار فلويد. يعني لو انا المفروض الصوديوم بتاعي بتاع الجسم بره مثلا يبقى 100 مللي مولوكيول، لا ده هو هيبقى 150، هيبقى 200. اوكي، فانا معنى كده ان انا غيرت الاسيد بيس بالانس، يعني انا الجس الفلويد جوه الخليه بقت موجب وبره الخليه بقت نيجاتيف. ده يعمل لي ايه؟ ده هيعمل لي شوك، ده هيعمل لي صدمه في الخليه، لان معنى كده ان الفلويد مش ايزوتونيك، مش متظبطه، الجسم الاسيديتي بتاعته مش صح. تمام، في الحاله دي هتظهر ساينس على الحيوان هتقول لي لا ده انت كده دخلت في اوفر دوز من الفلويد دي ولازم توقفها. ايه الساينس اللي انا لو شفتها هقول ان ده اوفر دوز من الفلويد؟ اول حاجه الريسبيراتوري ريت بيزيد قوي، يعني بلاقي ان هو النورمال الطبيعي اللي هو جاي بيه ده عالي جدا وانا بدي المحلول، بمجرد ما بدي المحلول بيعلى جدا، يبقى ده في مشكله كده في الدوز اللي انا حسبتها، او في مشكله في نوع الفلويد اللي انا بديه. تمام، تاني حاجه ان هو ممكن الهارت ريت يزيد جدا، هلاقيه برضو
زياده عن الطبيعي، يبقى الريسبيراتوري ريت بيزيد، الهارت ريت بيزيد، كميه اليورين اللي بيعملها كتيره قوي عن النورمال بتاعه. انا المفروض بدي فلويد علشان تعوض الطبيعي، فهو المفروض ان هو هيعمل يورينيشن قد الطبيعي بتاعه. لو هو عمل زياده عن الطبيعي، زياده عن النورمال، يبقى معنى كده ان انا عندي مشكله في الفلويد اللي انا اديته، او اديته اوفر دوز بكميه اكتر من اللي المفروض تحصل، والجسم بيتخلص عنها عن طريق بيتخلص منها عن طريق اليورينيشن اللي هو بيطلعه، او كميه اليورين اللي بيطلعها. تمام. طيب انا احيانا لما بدي الفلويد بلاقيه بيترعش، ده طبيعي ولا في مشكله؟ طيب خلينا عارفين ان انا لو انا مثلا بدي الانيمال درجه حرارته 41، بدي له فلويد موجود بدرجه حراره الغرفه، فمعنى ده كده ان انا بدخل فلويد درجه حرارته مثلا 30 لجسم درجه حرارته، او يعني مش هيبقى 30 كمان، هيبقى 25 مثلا في جسم درجه حرارته 42، فاختلاف درجه الحراره هو اللي بيعمل الرعشه دي. طيب لو هي رعشه بس مفيش مشكله، انا بقلل الريت بتاع التنقيط نفسه، يعني وانا بدي كده بالمحلول بقلل الريت علشان يدي بالراحه. طيب لو انا اديته واستمر في الرعشه دي، بشوف الريسبيراتوري ريت والهارت ريت، لو لقيتهم زياده يبقى بوقف المحلول على طول، يبقى انا عندي مشكله في المحلول اللي انا بديه، او ان انا مش حاسبه الدوز كويس، او ان الجسم حصل له شوك. احيانا القطط كده بيحصل لها حاله ملهاش اي تفسير علمي، واول ما بتديها فلويد بيحصل لها شوك مثلا، ممكن نزلته مره واحده، او اديت له غلط، او دخلت مش في مكان يعني. احيانا القطط برضو والله مش مضمونه يعني، بس الطبيعي ان هو لما انا هديه ممكن يترعش شويه، ده من اختلاف درجات الحراره اللي موجوده في الفلويد. طيب لو هو انيمال درجه حرارته واطيه، الافضل اديه فلويد ولا ما اديهوش؟ حسب درجه الجفاف، حسب الديهايدريشن، لان الفلويد بتنزل درجه الحراره اكتر. ولكن لو هو عندي سيفير ديهايدريتد انا لازم اديله فلويد، ما ينفعش، مفيش اوبشن ان انا ما اديلوش. تمام. فانا بشوف لو هي ديهايدريتد جدا ودرجه الحراره واطيه بدفيه واديله فلويد، الاثنين مع بعض. تمام. طيب لا ده هو درجه حرارته كويسه ولكن عنده سيفير دياريا، يبقى انا هديه عادي الفلويدز اللي انا بديها بالحسبه اللي انا حسبتها كويس، وهديله برضو بقى الادويه اللي انا بديها عادي عشان توقف اللوس اللي بيحصل للفلويد ده عن طريق الدياري. تمام. ده يعتبر اكتر حاجه مختصره ممكنه عن الفلويد ثيرابي. هو يعني حوارات كتيره طبعا وانواعها كتيره جدا، بس دولت الاشهر الاستخدام اللي احنا بنستخدمهم دايما، واللي هيقابلنا يعني اكتر حاجات. واتمنى يعني تكونوا، انا بتكلم بسرعه قوي، بس اتمنى يا رب تكونوا حد فهم حاجه يعني من اللي انا قلته ده، يا ريت. ولو حد عنده اي سؤال يتفضل دلوقتي، احنا تقريبا خلصنا يعني، مفيش حاجه تاني ممكن اقول، بس قولوا لي حد فاهم حاجه ولا انا بكلم نفسي فعليا. طيب قولوا لي بقى، في اي حد عايز يسأل على اي حاجة؟ ليه ما ينفعش ادي سب كات؟ لاني عندي سيفير، لو هو فوميتنج ودايريا بكميه قليله ممكن ادي سب كات،
هو معنى كده ان في مايلد هايدريشن. طالما احنا في المودريت ديهايدريشن والمايلد ممكن ندي سب كارد. تمام، لا ده في سيفير دايريا، يعني لو كلب عنده بارفو ما ينفعش اعالجه بسب كارد فلويد، ملهاش لازمه، مش هتعمل حاجه. يعني معنى كده ان انا عشان تمتص وتوصل للدم هيكون اوريدي فقد اكتر بكتير من المفروض يفقده في اليوم الواحد. فانا لو انا عندي سيفير فوميتنج او سيفير دايريا ما ينفعش ادي سب كارد. لكن لو انا مثلا اونر مش هيقدر يجي لي كل يوم وهو حالته بسيطه، ده هو كل حاجه مسمومه مثلا فبقى عنده فوميتنج ودايريا بكميه قليله، فانا ممكن ادي سب كات. بس لو درجه، لازم اشوف انا درجه الجفاف بنفسي، لو درجه الديهايدريشن مودريت يبقى انا ممكن استخدم عادي سب كات، ما فيهاش مشكله. ولازم لما ادي سب كات ما اديش كل الفلويد في حته واحده، لان دايما بتحصل مشكله ان انا بدي كميه كبيره قوي في مكان واحد فيحصل مشكله في السكن، او الاقي بعد كده حصل انفكشن فالجلد اتقطع في الاماكن دي، بتحصل كتير جدا من الاماكن. رابع طريقه حاجه اسمها انتر اوسيوس. انتر اوسيوس دي بتتعمل في النيونيتس اللي هم الرضع او الكيتن الصغيرين جدا، بتحقن في العظم، في العظم نفسه بتدي الفلويد. والطريقه دي مش مستخدمه كتير، بس بنستخدمها لو الحيوان ده صغير جدا او عنده اسايتس مثلا او عنده أوديما في الجسم كله فانا مش عارفه اوصل للفين خالص وعنده شوك فانا لازم اديه بسرعه، او في النيونيتس الصغيرين او في البيردز احيانا بيدوها في الحيوانات الطيور. دي الطريقه الرابعه انترا اوسيس. اوكي، حساب كميه الفلويد قلناها، دي اهم حاجه. قلنا طريقه ازاي بنقسم المحاليل ازاي، مش فاهمه يعني ايه بنقسم المحاليل ازاي. اعتقد قصدك ازاي ندي رينجر مثلا او سلاين او كده، حسب برضه حسب هو الفقد منين. يعني حصل سيفير دايريا مثلا، اوكي، فانا بدي محتاج وما فيش ليفر، في ما فيش ليفر بروبلم او ما عنديش اي مشكله في الليفر، فانا هدي رينجر لاكتيت، ممكن اديه هو بس. لا ده انا خايف يبقى في حاجه وانا مش شاكك في، مش واثق قوي ان ما فيش مشكله في الليفر، يبقى انا هدي نورمال سالاين. لا انا عايزه ابقى في الامان اكتر، يبقى انا ادي دوده بس. اكتر حاجه سيف، مور سيف، مش هيحصل منها اي مشكله، هي النورمال سلاين. مفيش حيوان هتديله نورمال سلاين ويموت. تمام، امتى ادي الرينجر بس وامتى ادي الرينجر لاكتيت، حسب ال اسمها ايه، الفلويدز نفسها اللي في الجسم. يعني في حالات، في حالات كده بدي فيها الرينجر لاكتيت لو انا، هما زي بعض يعني، ممكن ادي ده او ده زي بعض، بس لو انا عندي مشكله في اللاكتيت او في ليفر بروبلم انا ممكن ادي رينجر بس. الرينجر بس قريب من النورمال سلاين، ما فيهوش مشكله. يعني الافضل دايما رينجر لاكتيت لان هو اللي شبه الجسم، شبه الفلويد اللي موجوده في الجسم. بس لو اديت رينجر بس يبقى انا كده شلت مشكله الليفر، يبقى انا عدي ادي الرينجر ما فيهوش مشكله. طيب نقول كم طريقة الحسبة تاني. طريقة الحسبة احنا بنحسب نسبة الديهايدريشن اللي هي مثلا 5%، 10%، اكتر من 10%، ايا كان درجة الديهايدريشن اللي احنا قلنا هنحسبها ازاي من التيست بتاع السكن، وبنضربها في وزن الجسم. يعني ال 10% دي عبارة عن، او ال 9% عبارة عن 9 من 10، بضرب ال 9 من 10 في 10 كيلو يبقى انا المفروض ادي 900 مللي. اوكي، 900 مللي بير كيلو بير داي في اليوم. اوكي، ال 900 مللي دول بيتقسموا على مدار اليوم. دي طريقه الحسبه سهله جدا، دي علشان ادي الريبليسمنت وبزود عليها المينتنس اللي انا المفروض اديه علشان اعيش. يعني المفروض هو بيشرب كميه ميه مثلا في اليوم 50 مللي في اليوم، ماشي، يبقى ال 50 مللي دولت انا بزودهم للكيلو، يعني ال 50 مللي دول بزودهم فوق الريبليسمنت اللي انا حسبتها اللي هو بيفقدها. يعني انا دلوقتي مش بشرب الميه الطبيعيه بتاعتي اللي انا بشربها، زائد ان هو عنده دايريا فبيفقد ميه كتير،
يبقى انا المفروض ادي له الميه اللي فقدها من الفلويد اللي فقدها من الدياريه زائد الميه اللي المفروض يشربها، ده اسمه ريبليسمنت زائد المينتنس، بدي الاثنين مع بعض. تمام، بحسبهم، بحسب ده وبحسب ده وبجمع الاثنين. تاني 8 من 10 ده نسبه الجفاف، نسبه الديهايدريشن اللي احنا عملناها من التيست بتاع السكان في الوزن بتاع الانيمال. طيب بصوا في جدول كده لطيف قوي، انا ممكن ابعته لكم على الجروب. الجدول ده مكتوب فيه كل فلويد امتى بستخدمه بالظبط، مش لازم تحفظوه يعني، مش حاجه بتحفظ، بس بستخدم ده في انهي حاله وده في انهي حاله وده في انهي حاله. دي جداول احفظوها حطوها قدامكم، مش لازم تحفظ المحلول ده هايبوتونيك او هايبرتونيك او ايزوتونيك وتدخلوا في الدوامه اختار انهي نوع امتى. في جداول ثابته كده مكتوب فيها النوع ده بنستخدمه في ايه والنوع ده بنستخدمه في ايه والنوع ده بنستخدمه في ايه، هحطها لكم على الجروب، سهله جدا، هتسهل الدنيا يعني، الطف من من تقعدوا تحسبوا كل واحد. اوكي القطط انترافينوس طبعا لو هو سيفير ده الاساس، ولو هدي سب كات بديها يعني في ظهر الحيوان. لا ما بخلطهمش مع بعض، ما بخلطهمش مع بعض، انا بدي النورمال سلاين وبعد كده بشيل الكانيولا او بشيل اسمه ايه الجهاز نفسه، جهاز المحلول، وبحطه في الجلوكوز واديه بعديه، مش بخلط الاثنين مع بعض. والفلويد انا ممكن اضيف لها اي دواء انا عايزه اديه طالما ممكن يتاخد انترافينوس، يعني مثلا عندي نقص في المينرالز او سيفير دايريا فانا ممكن ادي معاه امريزول في الفلويد نفسه، ممكن ادي معاه فيتامين بي، نيروتون، نيروفيت، اي حاجه من الحاجات دي ممكن ازودها عادي على النورمال سلاين، بس النورمال سلاين هو اللي ممكن ازود عليه اي حاجه. المحلول ال 45% بنعلقه لو احنا عايزين ندي مع الجلوكوز، احنا مش بنستخدمه يعني، انا نادرا ان احنا نستخدمه لان انا عندي سلاين 9 من 10 فهستخدم ليه ال 4 من 10؟ ال 4 من 10 ده مينتنس، مش هيديني ريبليسمنت، مش هيديني الدرجه التعويض اللي انا محتاجه، فانا مش بستخدمه يعني. بس هو انت لو بتستخدمه هتستخدمه مع الجلوكوز، لو انا هدي جلوكوز ونورمال سلاين هيديني لان ده هايبوتونيك سوليوشن، فانا لازم ابقى عارفه معنى كده ان انا قررت وعرفت ان ده ان الفلويدز اللي في الجسم هايبرتونيك فانا هدي حاجه تعادلها فهدي حاجه هايبوتونيك. تمام زي دي فلايت. اللي هي المحاليل الجاهزه يعني اللي هي كذا كومبوننت مع بعض، صح؟ شو ما يعني زي تقلت. اوكي كمية الجلوكوز بنحسبها بنفس طريقة السلاين، ايوه بنفس الطريقة، ايوه اوكي. ماشي ثواني كده. اوكي احنا تقريبا قلنا كل الحاجات، في حاجة ما قلناهاش. خلاص احنا تقريبا خلصنا. اوكي ماشي، انا هحاول
في برضو جدول لطيف كان مقسم الحاجات، برضو هبقى احاول احطه لكم. ده بيقسم لي او بيقول بسرعه كده يعني باختصار، اللي هو محدش عايز يعرف ده سببه ايه وليه بندي ده وليه بندي ده، فهو بيقول من الاخر يعني مثلا في حالات الفوميتنج والدايريا لازم ادي حاجه ريبليسمنت، فبدي ايه؟ ممكن ادي الرينجر لاكتيت، ممكن ادي النورمال سالاين في حالات، او النورموزول بيسميه في حالات الديابيتك او المرضى الديابيتس السكر، اللي هي كان حد بيسأل برضو انا تقريبا عن كيتونيميا تقريبا، بندي برضو الرينجر لاكتيت اوكي، او في حاجة اسمها بلازما برضو اوكي اللي احنا قلنا عليها تبع الكولويد. في الهيموروج بدي ناتشرال كولويد اللي هو البلازما برضو تمام. في حالات الكارديك ديزيز لو في مشكله في الهارت، دي الحاله اللي احنا ممكن ندي فيها مينتنانس. يعني ايه مشكله في الهارت؟ يعني هو انا عندي ديزيز في الهارت تمام، ده حاجه كرونيك، فانا عايز ادي طول العمر يعني طول الوقت هيمشي على محاليل، ففي الحاله دي انا هدي حاجه مينتنانس زي السلاين 45%. وده مش كتير قوي في البيتس يعني، بس بنبقى عارفين ان احنا بندي حاجه مينتنانس مش هتعوض تمام، هو ده بس علشان يمشي الهارت بصوره طبيعيه اوكي. طيب انا هحاول اجاوب بقى على باقي الاسئله في الكومنتات، بس علشان احنا والله اتاخرنا في العياده، فيعني اتمنى يا رب تكونوا يعني اتمنى اكون سهلت شويه حوار الفلويد ثيرابي عليه. هو برضو زي ما قلنا موضوع عميق ومحتاج قرايه كتير قوي، يعني ممكن تقروا فيه قوي. ممكن اديكم كذا موقع لطيف جدا وفي كتب لطيفه برضو في الفلويد ثيرابي بتشرح حلو قوي، ويا رب يعني تستخدموه على خير ويبقى حاجة مفيدة بالنسبة لكم، وإن شاء الله أشوفكم في اللايف الجاي بإذن الله. شكرا ليكم جدا، أنا بستمتع لما بكون معاكم والله، وشكرا على تفاعلكم الجميل في اللايف، وإن شاء الله أشوفكم في اللايفات اللي جاية بإذن الله. مع السلامة يا أجر، شكرا ليك يا همتي. مساء الخير عليكم يا دكاترة، إن شاء الله هنشرح الكتب دي على قناة اليوتيوب وأكتر، هنشرح كمان كورسات متخصصة في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير. تابعوني على قناة اليوتيوب.